كبده منتهى السهوله، انت بتجيبيها لازم تبقى طازه، ما تجيبيهاش ايه يعني بايته وريحتها فيها مشكله لا انت بتجيبيها وتشطفيها تحت ميه. بقوم حاطط معاها عصير ليمونه وشويه ملح صغيرين، وبعد كده بقى ايه بقوم شايل منها اي تجمعات دمويه موجوده جواها عشان دي بتعمل زفاره. بعد كده حضرتك بنقوم راكنينها في جنب وحطها في ميه وسيبها في ميه بارده، وبعد كده ابدا ان انا اشطفها تاني في مصفى، وبعد كده نبدا ان احنا نستخدمها. ده بالنسبه لكبده الفراخ. قدام حضرتك اهيت النظافه بتاعتها عامله ازاي، تمام؟ طبعا لو فيها قوانص، لو الكبد لوحدها مفيش مشكله، لو كبد وقوانص بتاخدي القوانص الاول تشوحيها الاول عشان بتاخد وقت، وبعد كده بنبدا نحط عندنا ليه الكبد تاني حاجه. طيب تعال نشوف المقادير عباره عن ايه. عباره عن زيت زيتون، عندي بصل مفروم، وبعد كده عندي ثوم مفروم، بعد كده عندي شويه ملح وفلفل، عندي شويه من البهارات، سنه قرفه، ودي اللي هتظبط معايا الموضوع جدا، وبعد كده اخر حاجه خالص بديها شويه خل واديها عصير ليمونه. ده بالنسبه لمقادير الكبده بتاعتنا. مولا تاني، عندي بصل اجيبها افرمها، وعندي حوالي 3 فصوص ثوم مفرومين، وبعد كده اهوت عندي النص كيلو من الكبده، كبده فراخ، وعندي زيت زيتون، وعندي شويه قرفه، شويه بهارات، سنه بسيطه من جوزه الطيب، وعندي زنجبيل بودره، وعندي قرفه بودره، يعني الثلاث دول بيعملوا معادله محترمه جدا، وشويه خل وعصير ليمون. هنجيبهم بس كده ايه عشان نحطهم على بقيه المقادير، تمام؟ خل وعصير ليمون. تعالوا نشوف عندنا اول حاجه هنبدا ازاي الوصفه بتاعتنا. ايه؟ لا خلينا نبدي الاول. حط عندي زيت الزيتون، ننزل على طول عندي البصل. اشوح البصل كويس جدا، بعد كده نقوم واخدين عندنا الثوم المفروم، افرمه فرم ناعم، وحوالي 3 4 فصوص ثوم كده مفرومين، نقوم ايه ضايفينهم على البصل عندي. معلش انا اسف، فوق عليا والله. ماشي، وبعد كده نقوم واخدين عندنا ايه الكبد بتاعتنا اللي هنبدا نشوحها. اسهل طريقه ووصفه سهله جدا وبسيطه بصراحه، ما بتاخدش معانا وقت. نبل عندنا البصل، البصل الابيض بالذات كل ما تسيبيها تاخد معاك التشويحه كل ما تطلع الطعم المسكر اللي موجود في الاكله نفسها، لكن ما تتحرقش، ما تاخدش ما يعني البصل تشويحته على فكره هي اللي بتظبط الاكله، خلي بالك. لو هو دخل على اللون الذهبي بيوديك في طعم تاني خالص، لو هو ابيض يوديك في طعم تاني خالص، لكن هو احلى افضل حاجه ليه، وخصوصا مع الكبده الفراخ ديت اللي انت تشوحيه قبل ما يخش على اللون الذهبي، نقوم رميين على طول عندنا الايه حاطين له الكبد عندنا على طول. نقوم رايحين فين عندي على الكبده سعاده الباشا، ونبدا ان احنا نحطها ونشوحها. الله على الريحه، سيبها براحتها كده. بعد كده نبدا ان احنا ايه نديها بقى ايه نطعمها بشويه البهارات اللي عندنا. ايه شويه البهارات؟ سنه بسيطه قوي من جوزه الطيب، يا عيني يا ليلي، شويه زنجبيل بودره، واهم حاجه ايه شويه القرفه الحلوين دول، تمام؟ وبعد كده نقوم مدينها شويه الفلفل الاسمر، حاضر، وشويه ايه ملح، وبعد كده ايه نشوح كل ده مع بعض. طبق كبده كده ايه على مقسم، ثانيه كده تعمليه ونبدا ان احنا ان شاء الله نقدمه. في ناس بتديله دبس رمان، في ناس بتديله دبس رمان، تديله طعم مزز، فاللي عايز يدي لها دبس رمان مفيش مشكله. خلاص اتشوحت معايا، ريحه تحفه. نجيب بقى ايه شويه عيش كده بلدي مع سلطه الطحينه وسلطه، ونبدا ان احنا ناكلها.